تاريخ طويل من الاستهدافات الإسرائيلية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا يمتد من تاريخ إنشاء الوكالة الأممية منذ نحو 75 عاماً. حاول بها الاحتلال تشويه سمعة الوكالة للقضاء على قضية اللاجئين التي تمثل جوهر القضية الفلسطينية. ورغم أن محاولات استهداف أونروا ليست بجديدة، إلا أنها برزت للواجهة مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فحاول الاحتلال الحد من التمويل الدولي الموجه للوكالة بكثير من الادعاءات التي نالت من موظفيها وحتى مسؤولي الأمم المتحدة، واعتماد استراتيجية إعلانية ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهي الحملات التي ربما لاقت استجابة من بعض الدول الغربية في البداية، لكن سرعان ما تراجعت هذه الدول مع فشل الاحتلال في إثبات صحة هذه الادعاءات. عجز الاحتلال عن حشد تأييد دولي لمساعيه الإجرامية، اضطره للتحرك منفردا بإقرار تشريع يحظر الوكالة من العمل داخل الأراضي المحتلة في أحدث حلقة من الحملة المتواصلة للنيل من الوكالة، رغم التحذيرات الدولية والأممية من الإقدام على هكذا قرار. وقادت الأمم المتحدة بكامل مؤسساتها حملة إدانات وتحذيرات ضد القرار غير المسبوق، حيث اعتبر فيليب لازاريني مفوض عام الوكالة هذا القرار ضد أونروا يشكل سابقة خطيرة، معتبرا أنه يعارض ميثاق الأمم المتحدة ولن يؤدي إلا لتعميق معاناة الفلسطينيين وخاصة في غزة، حيث يمر الناس بأكثر من عام من الجحيم المحض. الموقف نفسه أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين، داعيا دولة الاحتلال إلى التصرف بشكل متسق مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. هذا الموقف المندد لم يكن حصريا على الأمم المتحدة، حيث أثار أيضا قلق بعض حلفاء الاحتلال الغربيين الذين يخشون أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في غزة. فأعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق إزاء التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، ومحذرة من كارثة لأكثر من 3 ملايين فلسطيني يعتمدون على أونروا في الخدمات الأساسية، ومقرة بأن الوكالة لا غنى عنها في غزة، حيث لا يوجد كيان يمكنه أن يحل محلها. كما انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي القرار الذي وصفه بالخاطئ، كما تفاعل زعماء من عدة دول أوروبية أخرى مع القرار، حيث عربت كل من بلجيكا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا عن إدانتها للقرار، مؤكدين أنه يشكل سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة وجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف، ومؤكدين على مواصلة العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرار عمل أونروا ودورها الإنساني.